متابعة للملف الحكومي، بعدما قدم الرئيس المكلف نجيب ميقاتي أولى تشكيلاته الحكومية إلى الرئيس ميشيل عون، ينضم إلينا عبر الهاتف الصحفي أسعد بشارة. أستاذ بشارة، أهلا وسهلا بك. أهلا فيك فريدين. هل نتوقع أن نكون أمام أكثر من تشكيل حكومية إلى أن يوافق، إذا وافق الرئيس عون على إحداها؟ يعني عودا على بدء، لن يوافق عون إلا على أن تكون الطاقة لجبران باسيل وسائر المطالب، وبما أنه حزب الله يقف إلى جانب عون ويدير اللعبة بين ميقاتي وجبران باسيل، فستترك الأمور على ما هي عليه ويدفع البلد الثمن. يعني ماذا يعني اللبنانيين من هذا الماتش الملاكم يعني بين ميقاتي وجبران باسيل؟ لا يعني شيء، لأن في النهاية ستكون حكومة محافظة ولكن بالتوازنات التي ترضي كل أطراف المحافظة. نعم، ولكن حزب الله هو من يدفع باتجاه تشكيل حكومة وسمى الرئيس ميقاتي. هيدا من حيث التصريحات المعلنة، نعم، ولكن إذا نجيب ميقاتي بلحظة يتأكد أن حزب الله مش داعم جبران باسيل، بيقدم التشكيل، بيعمل حملة سياسية وبيروح إلى الحد الأقصى. نعم. ولكن للأسف في توازنات معينة داخل المنظومة يجب إعادة احترامها بين بعضهم، وبالتالي لن تتشكل حكومة في المدى القريب. نعم. أبرز العقد إلا إذا نجيب ميقاتي بده يعطي مطالب جبران باسيل كاملة، ساعتها تتشكل حكومة. نعم. من أبرز العقبات يعني إلى ما لمحت موضوع الحقائب الوزارية، ولكن إحجام العديد من الكتل عن المشاركة والتعقيدات والشروط، يعني ممكن إطالة عمر حكومة تصريف الأعمال في هذا الإطار؟ حكما بتضل حكومة تصريف الأعمال. هاي الورقة اللي بجيبة الرئيس نجيب ميقاتي للقول أنه إذا ما سهلت تشكيل حكومة أنا رئيس حكومة شبه يعني دستوريا قادرة أنه تحكم مش بالمواضيع الضيقة فقط ولكن بأوسع الموضوعات. أوكي. وحينها نصل إلى الاستحقاق الرئاسي الآخر وعودا على بدء أيضا نفس الخبرية. ولكن إذا في حال التحدي شو بصير عند انتهاء عند الوصول إلى الاستحقاق الرئاسي؟ ما تستبعد أنه يضل ميشيل عون بأسر بعضها، وبالتالي رايحين على فوضى عارمة أكثر فأكثر. المفارقة أنه ما حدا عم يدفع من جيبته، بس اللبنانيين عم يدفعوا من واقعهم الرهيب اللي عم بيعيشوا فيه. يعني هذه المبارزة لا تعني أحد، ستكون حكومة محافظة في النهاية أو لن تكون حكومة محافظة، وسيستمر هذا الكباش إلى ما شاء الله. ولكن لا أي اعتبار لا لمواقف عربية ولا دولية، ولا ما في حسابات بهذا الإطار لدى المعنيين بالداخل؟ ما بعتقد فيها أي في حسابات، إنه هذه الحكومة إذا كانت ترث الفراغ الرئاسي فيجب إنه كل طرف يكون مأمن حاله فيها بطريقة يكون ماسك قراره. نعم. وهذا الشيء اللي عم بيتصرف فيه جبران باسيل. نعم. الصحافي أسعد بشارة، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة.